هذا وقد أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين ستبقى صفا واحدا مع الدول العربية والإسلامية وداعمة لكافة القضايا العادلة للأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، مشيرا إلى أن موقف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدعوة المستمرة للحكومة الإسرائيلية لتمنع قواتها من التعرض للمصلين في المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والتي عقدت عن بعد، وفي كلمة لمعاليه خلال الجلسة الطارئة بيّن أن المجلس يشارك جميع مجالس وبرلمانات الدول العربية في الإدانة والاستنكار الشديدين تجاه الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية في شأن إجلاء الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف هذه السلوكيات المرفوضة ضد أبناء القدس والعمل على حمايتهم من أي اعتداءات. دعا معالي رئيس مجلس الشورى جميع الدول الكبرى لا سيما الراعية والداعية للسلام أن يكون لها دورا نزيها لدعوة إسرائيل للتراجع عن مثل هذه التصرفات ودورا قويا وفاعلا في إنهاء كافة الاعتداءات على أهلنا في القدس، ومطالبا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من كافة الانتهاكات الإسرائيلية.